احتفلت الكنيسة اللاتينية في الأردن بأربعاء الرماد إذاناً ببدء الصوم الأربعين المقدس، حيث أقامت كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي قداساً إلهياً بهذه المناسبة. ترأسه كاهن الرعية الأب علاء مشربش بمعاونة الشماس الإنجيلي جبران سلامة وخدام الهيكل، وبمشاركة جوقة قلب يسوع الأقدس بالتراتين. إني فقير إليك، إني غني بك، نشوتي نعيمي في راحتيك، لأني شريك بكل عظة القداس. تحدث الأب مشربش عن أربعاء الرماد حينما يرسم الكاهن إشارة الصليب من الرماد على جباه المؤمنين ليذكرنا بندم الخطيئة. لا تقل أنت صائم أو الله مش موجود بحياتك. حلو اليوم نرجع من جديد نفكر بحياتنا وين إحنا متجهين. الكنيسة وبشكل مكثف تضع أمامنا 40 يوم ليكونوا مسيرة بشكل جماعي حتى تهذبنا وتربينا الكنيسة من خلال الصوم، زي ما سمعنا في إنجيل هذا المساء من الرب يسوع، من خلال الصوم، من خلال الصلاة، ومن خلال الصدقة. فيصبح هذا الزمن مساعد إلنا على تربية أنفسنا. نتذكر إنه زمن الصوم هو زمن المصالحة أولاً مع الله من خلال سر التوبة، وما نأجل توبتنا لآخر يوم عشان بدنا نتناول على العيد منروح نعترف، لا، معناته صيامنا مش ارتداد. لازم نعترف بأول أسبوع بالصيام لحتى نعبر عن توبتنا، نحكي لي رب إحنا متأسفين وبدي أرجع عن حياتي المعوجة. من جهة أخرى، قدم سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان محاضرة عن معنى الصوم الأربعين المقدس وأهميته في تنشيط حياتنا الروحية. شهد المحاضرة عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. أبنائي، اليوم حابب نتكلم عن الصوم ونأخذ بعض أبعاد منه. في البداية بحب نأخذ لمحة بسيطة عن الصوم بكل بساطة، لأنه كتير مرات بحب حتى يفهمنا الكل، لأنه كتير مرات البعض ما بيفهمنا وبيفكر إنه بيكون يعني الكلام بعيد عن أي إنسان. كلامنا لازم يكون دائما يوصل كل أبنائنا. فالصوم هو وصية اللي ربنا أوصاها لإلنا في الفردوس، وكانت من أول الوصايا اللي أعطانا إياها في الفردوس. ما بتتخيلوا أبنائي قديش البركة اللي بناخدها لما مندخل ذاتنا في طاعة مشيئة الله، وبالتالي قديش قلبنا بيستفيد من خلال التواضع، بأخذ نعمة، بأخذ بركة، بأخذ طاقة أسميها بين قوسين، اللي هي النعمة، بأخذ نعمة. هذا الشيء راح تشوفوا إنه كتير مرات يكون في بعد الصعوبات. هون بدنا نعرف إنه في أي طريق نحن بناخدها دايما فيها صعوبات. الإنجيل والكنيسة هم واحد. كتير مهم إنه في تعاملنا مع الصوم وروحانيته اللي هلأ نحن بدنا ندخل فيه شوي شوي، إنه يكون هذا الإشي واضح بذهننا، لأنه كتير مرات التشويشات اللي بتجينا من العصر اللي نحن منعيشه، ونحن زماننا شو بده يعمل فينا؟
بده يحاول يفتت الأمور فينا. كل ما فتتنا كل ما خلانا بأكثر تشويش. ما تقعوا أبنائي في فخ في هذا الفخ. دعوة من الكنيسة حتى نقدر أنه ندعو أبنائنا للصوم للصلاة وللفهم العميق لروحانية الصوم، لأنه الصوم لازم ينعكس على حياتنا، على فكرنا، على حركات قلبنا، على كيف نتعامل مع أخونا الإنسان، كيف منحب أخونا الإنسان، كيف نتسامح مع أخونا الإنسان، وكيف منقدر نفكر بحسن نية لأخونا الإنسان في ذهننا في قلبنا. هذا كتير مهم الصوم، إنه هو مش بس الامتناع عن بعض مأكولات اللي هو مهم ولازم نصوم بامتناعنا عن هاي المأكولات، ولكن كمان الصيام هو حياة متكاملة، حياة عفة، حياة نقاء، حياة قداسة اللي مدعو الإنسان يعيشها بفترة الصيام ويكون انطلاقة لكل حياته. فبالتالي هاي كانت هدف اللقاء اليوم، اللقاء الروحي اللي تم هون في كنيسة في كاتدرائية البشارة، حتى نوصل هاي الرسالة الروحية لأبنائنا، ونتمنى لهم كل عام وهم سالمين، كل سنة وأنتم سالمين، النور سات وكل القائمين عليه ربنا يبارككم. بتمنى لكم صيام مبارك، حياة قداسة، كل نعمة وبركة، لأنكم كمان أنتم لكم دور كتير مهم في توصيل الكلمة الخلاصية لكل إنسان في العالم من خلال هاي الوسيلة المباركة والقدسة. ربنا يحميكم، كل سنة وأنتم سالمين. We'll be right back.